بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي، كيفما تكونوا في أحسن أحوالكم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض واحد الطبق ديال السردين معمر بالزيتون، تيجي رائع بزاف، وغادي نرافقوا بواحد الطبق تاع الأرز. ننصحكم أخواتي تجربوه لأنه تيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى أخواتي الوصفة تنال إعجابكم. إلا عجبتكم بحال ديما ديروا لايك، اشتركوا في القناة باش تشوفوا جديد الوصفة. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لهاد الوصفة هادي ديال السردين غنحتاجو على بركة الله بطبيعة الحال سمك السردين اللي غادي ناخدو، غادي نزورو السلسول، و إلا كانت بعض الطخفو كتكون فيها ديك القشرة من الفوق نحاولو نزولوها، ونزورو كذلك السلسول، نغسلوه و تنخليو يتقطر. السردين هادي هي الوقت ديالو، يعني تبارك الله دابا راه موجود، نحاولو نستغلو ونتناولو، سيغتو في الصيف كنبغيو بزاف السردين، يعني هو تيجي من كيعتبر من بين الأطباق اللي هي خفيفة، وكذلك يعني بزاف تبارك الله كيكون موجود الفترة ديال شهر 4 5 6، يعني كيكون تبارك الله موجود بواحد الكمية وفيرة. غادي ندوزو باش غنعمرو هاد السردين. غادي نحتاجو ليه 150 غرام ديال الزيتون الحمر، هذا هو الزيتون بطبيعة الحال الحمر اللي مزولين ليه العلفة. غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال الكمون، غادي نحتاجو شوية ديال الزعيطرة أولا الزعتر حسب الرغبة اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. أكيد راه المذاق ديال الزعيطرة راه كيختلف تماما على المذاق ديال الزعتر، يعني كل واحد النكهة ديالو، ولكن أنا كنفضل الزعيطرة. الزعيطرة تيكون الورقة ديالها كيفما كتلاحظو معايا أخواتي كتكون الورقة ديالها طويلة بالعكس ديال الزعتر. غادي نحتاجو جوج دريسات ديال الثومه اللي يكونوا مقطعين هكا، ما ضحكوهم، وانا بيني وبينكم تتعجبني ملي نعض في السردين نعض حتى في الثومه، يعني طبيعي طبيعي حال المهم البصله الا كنت غادي ديرها فربي ما ديروش الثومه لان كنعرف الثومه مكروهه. المهم كل يبقى على حسب السيده وشنو بغات، ولكن انا عز عليا السردين والدجاج اللي ما فيهمش الثومه ما ناكلهمش. غادي نحتاجو قلنا جوج دروس ديال الثومه مقطعين غير هكا قاق، يمكن لكم تحكوهم. غادي نحتاجو لواحد هذه الخميره ديال الحلويات، غادي نحتاجو منها فقط واحد ربع معلقه. غادي تلاحظوا معايا في الطريقه انني غادي نهز فقط ربع معلقه من الخميره تاع الحلويات. عندي نص كاس ديال الحليب، عندي بيضه، عندي واحد 3/4 المعالق ديال الدقيق الفورص اولا الدقيق الابيض. غادي نحتاجو معلقه ديال الخل ولا جوج معالق، لان كتعرفوا السردين شويه تيبغي الخل باش يجي محمر. غنحتاجو الملح والابزار، غنحتاجو زيت الزيتون. غادي يبانو لكم مكونات مخلطين، ولكن ان شاء الله انتم غادي تتبعوا معايا الطريقه، غادي تشوفوا كيفاش غادي نديرو لهاد المكونات. ندوزو على بركه الله الطريقه. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نوضعوا فيه الزيتون ديالنا طبيعة الحال، نضيف ليه الثومه، نضيف ليه معلقه ديال الكمون. كتلاحظوا ان هذا الشرمول هادي ما غاديش نديرو في هذوك التوابل ديال اللي كنعرفو ديال السردين التحميره وهكا، يعني غادي نديرو فقط مكونات اللي هما بسيط. هذه نسيت ما قلتهاش لكم، يعني واخا صورتها نسيت ما ذكرتهاش. هذه السودانيه ولا الشطه طبيعة الحال، غادي ندير كتفقى طبيعة الحال على حسب الحروره الا كنتو كتبغيو الحار بزاف، ولا يمكن لكم ديروا الهريسه، يعني وحده من جوج، ما ديروا هذه الشطه ولا ديروا الهريسه. غادي نضيف هنايا واحد جوج معالق كبار ديال الخل، نضيف كذلك زيت الزيتون طبيعة الحال كيف ما تلاحظوا هنايا، واحد جوج معالق تاع زيت الزيتون، ما درناش القزبر والمعدنوس. غادي نضيف الزعتر، غادي نحكوه ونزيد شويه لانها كتعجبني. صافي هادو هما المكونات ديالنا. الملحه غير شويه اخواتي لان الزيتون مالح، وكنعرفو السرنتيل ديجا كيكون مالح. هادو هما مغاديش ندير ليه بزاف لان درت هنا السودانيه، غادي نانيلو ليه بزاف باش ما يجينيش حار بزاف. هادو هما المكونات، هادي هي الشرموله ديالنا، غادي نحاولو نخلطوها بسم الله، يعني هادشي باش غادي نعمرو هاد السمك تاع السرنتيل اللي عندنا. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي غادي ناخذوا واحد، يعني بالنسبه للطريقه ديال التعمار فتنعمروا السردين بحال الشريكات العاديين اللي تنديروا، يعني كيف ما تنبغوا نقليوا السردين ديالنا
غادي نحاولوا نوضعوا فيه القليل من الحشوه اللي هي هذيك كيف ما كتشوفوا معايا اللي صايبنا بالزيتون وبالتوابل ديالنا. نحاول نوضعوا هكا كيف ما كتلاحظوا هنا بطبيعه الحال من بعد ما عمرنا اخواتي كيف ما كتلاحظوا معايا السرديل ديالنا، فتنجيبوا شريكه ديال السرديل وتنحاولوا نضل نوضعوها على خدها. انا غادي نكمل نفس الطريقه وغادي ندوزو ان شاء الله باش نشوفو هذيك لاباري اللي غادي تطيب لينا فيها اللي غادي نحاولو اننا بحال غادي نقليو فيها، يعني غادي ندوزو في هذيك لاباري السرديل ديالنا وغادي نقليوه. بالنسبه للاباري فاش غادي ندوزو السرديل ديالنا باش نقليوه، فغادي نحتاجو ليه كيف ما قلنا 3/4 معالق كبار ديال الدقيق الفورص او الدقيق الابيض. غادي نضيفو ليه ربع معلقه صغيره، ها نتوما كتلاحظو معايا اخواتي ربع معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. نضيفو نص كاس ديال الحليب، غادي نضيفو حبه ديال البيض، طبق الحل نسمو بشويه ديال الملح، شويه ديال الزبده شويه ديال الملح. غادي نحاول نخفق هاد المكونات مع بعض حتى نحصلو على واحد لاباري اللي كتكون جاريه شويه، يعني ما جاريه ما عاقده بين وبين. هانتوما لاحظوا معايا اخواتي الخليط اللي حصلنا عليه هو هذا، فتنحاولوا على بركه الله دابا غادي نحاولوا ندوزوا فيه، ناخذوا شريحه ديال البين ديال السمك. هانتوما اخواتي ناخذوا حبه ديال واحد الشريكه، يعني كما تنقولوا حنا باللغه المغربيه ناخذوا شريكه بحال هكا، غادي ندوزوها في هذا الخليط هذا غير بشويه. راه ما كنعرفوا السر ديال السرديل راه معمرينه، وطبيعه الحال بالاستعانه بواحد دو فورشيت غادي نهزها نصفيها ونحطها في الزيت غتبو معايا ان شاء الله الطريقه. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي من بعد ما مرت السرديل ديالي فداك الخليط اللي صايبنا، فكناخذ الزيت طبيعه الحال تكون سخونه من بعد كنرميو فيها السرديل ديالنا، يعني هذا السرديل هذا كيجي على شكل بيني. هانتوما اخواتي نحاولو نقلبوه، بالنسبه للطبق ديال الرز باش غادي نرافقو هذا السمك هذا بطبيعة الحال السرديل اللي قلينا، غادي نرافقوه بواحد قلنا طبق ديال الرز اللي غنحتاجو ليه على بركة الله. كيف ما كتلاحظو معايا هنايا الرز خديتو سلقتو مع شوية ديال الملحة، وسلقت معاه كذلك جلبانة، وسلقت معاه واحد جوج حبات ديال الجزر اللي مقطعين رقاق. غادي على طبيعة الحال الرز الكمية اللي بغيتو، يمكن لكم ديرو زلافة جوج زلايف على حسب عدد الأفراد ديالكم. غنحتاجو ليه بصلة مشلطة، غنحتاجو علبة ديال المايس أو الذرة المعلبة، غنحتاجو فلفل الألوان طبيعة الحال يمكن لكم ديرو أي فلفل عندكم إما خضر أو لحمر أو صفر على حسب المتوفر عندكم في البيت. غادي نحتاجو علبة ديال الفطر المعلب أولا لي شامبينيون، طبيعة الحال نحتاجو ملح أو الإبزار باش غنسيزونيو هاد الرز هذا، وكذلك غادي نحتاجو زيت الزيتون واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة، لأن يعني كنعرفو الزبدة كتواتى مع الرز، يعني غادي نحتاجو واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة اللي غتنسم لينا هاد المكونات هادو. بالنسبة للطريقة فغادي ناخد دابا على بركة الله كما غتلاحظو معايا، ناخذ واحد المقله غادي نشحروا فيها نوضعوا فيها الزبده، نشحروا فيها البصله وكذلك الفلفل اللي عندنا، اما هذا الدور المعلبه او لي شامبينيون او الفطر المعلب او هذا الرز فحتى الاخير حتى كنبقى واحد 5 دقائق قبل ما نطفي عاد غادي نضيفهم لانهم طيبين، فقط ياخذوا لنا ديك النسمه ديال الزبده وكذلك ديال البصله. انتم غتلاحظوا معايا اخواتي الطريقه هنا كيف كتلاحظوا معايا اخواتي، فحنا خدينا واحد المقله وضعنا فيها معلقه كبيره ديال الزبده وكذلك واحد القليل واحد جوج معالق تقريبا تاع زيت الزيتون، وحاولت نشحر فيهم البصله ديالي كيف ما كتلاحظوا. من بعد ما غادي نشحر البصله مزيان حتى كنهبل، فغادي نضيف ليها بطبيعه الحال الفلفل الالوان اللي عندي، وغادي نضيف كذلك الشتاء من حول الجزر، ونضيفو لي شامبينيون ديالنا. هنا بطبيعه الحال غادي نضيفو لي شامبينيون ديالنا والفطر المعلب، من بعد ما بطبيعه الحال الفلفل الالوان غنضيف شويه الملحه، نضيف شويه ديال الابزار ولا الفلفل الاسود، غادي نحاول نخلط. ودابا غادي نضيف على بركه الله الرز اللي عندي، كما قلنا نضيف الرز بطبيعه الحال مسلقناه مع شويه ديال الملحه وسلقناه مع شويه تاع الجلبانه وكذلك الجزر.
نقطعوا ونخلطوا باش يتنسم ديك النكهه ديال الزبده. بطبيعة الحال غادي نضيف الذرة المعلبة اللي عندنا أولا المايس، صافي غادي نحاول نحرك واحد التحريكة وغادي نحاول نزود دابا هاد الرز ديالنا ونطلقوه باش نشوفو بطبيعة الحال الطبق النهائي كيف تيجي. الطبق ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا أخواتي، فأنايا وضعت الرز ديالي في واحد القالب وقلبتو، يعني فقط كفكرة نوضعو الرز الوسط ودورتو كيف ما كتلاحظوا بالسردين ديالنا، شوية ديال الزيت ونحر وطبيعة الحال شوية ديال الحامض، كنعرفو أن الحامض يمشي بزاف مع الحوت، شوية ديال الكورنيشو كيف ما كتلاحظوا ولا الخيار المخلل، يعني فقط شوية ديال نحلقو عليه شي حاجة تاع ديكوراسيون لهاد الطبق هذا. يعني هاد الطبق هذا تيجي رائع ولذيذ بزاف بزاف، سيغتو الحوت يعني تيجي يعني شي حاجه يعني من بين ألذ أطباق السمك ديال السردين اللي تيعجبوني فعلا والله، يعني بدون مبالغه يعني تيعجبني هاد الطبق هذا، تيجي رائع ولذيذ بزاف بزاف. يمكن لكم بطبيعه الحال اخواتي تقدموه في العشاء في رمضان بطبيعه الحال، يمكن لكم كذلك تعملوه قبل رمضان، يمكن نعملوه كوجبه للغدا، فهو يعني طبق متكامل، يعني فيه كنعرفوا ان الرز وضعنا فيه الخضار يعني وكاين بروتين اللي هو الحوت، يعني كنتمنى هذه الوصفه اخواتي وغادي نحاول انا زي ما تلقى ايما اخواتي كيقول لنا قسمي لينا واحد شي حوته تشوفوا قسمي من داكشي اللي تطيبي، بطبيعه الحال تستاهلوا كل خير. هذا هو السرديل ديالنا كيف ما كتلاحظوا، الزيتون تيجي لداخل، تتجي هذيك الطبقه من الفوق بحال البيني، تيجي يعني رائع ولذيذ بزاف، وتيجينا الحوت انتما كتشوفوا الطبقه ديال اللي وضعنا له ديال الدقيق والبيض، يعني تيجي هذا الطبق هذا رائع ولذيذ كيف ما قلت لكم. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر. بحال ديما اخواتي الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، اشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، والى حلقه مقبله بحول الله.